يا بلدي. من لبنان معنا على الهاتف الأستاذ أسعد الصقال رئيس نادي النجم اللبناني. طبعا عارفين النادي الأهلي هيقابل النجم اللبناني يوم الاثنين القادم، مباراة العودة إن شاء الله هتكون يوم 27/9. أستاذ أسعد بحييك على شاشة قناة النادي الأهلي، تحياتي إيهاب الخطيب أستاذ عصام شلتوت، تحياتي لحضرتك. مساء الخير أستاذ خطيب، وتحية لجمهور الأهلي. تحياتنا لحضرتك. يعني البطولة العربية بتجمع كل الأحباء، المواجهات المصرية اللبنانية ما شفناهاش من فترات طويلة، فرصة طيبة جدا ليكون في مواجهة بين النادي الأهلي المصري صاحب الشعبية الكبيرة وكمان النجم اللبناني اللي بيعد هو الفريق الأول في لبنان. مظبوط مظبوط، يعني نحن أكيد بنشكر الاتحاد العربي اللي أعطانا هذه الفرصة ليكون في مواجهة بين ناديين كبار. وبتصور حتكون مباراة قمة، يعني يمكن له زمان زمان طويل نادي النجمي ونادي الاهلي ما لعبوا مع بعض او ضد بعض، فان شاء الله بننتظر يوم الاثنين تكون مباراة كبيرة. ان شاء الله الترتيبات لمباراة الاثنين ان شاء الله تكون ترتيبات مميزة، الاتحاد العربي عامل ترتيبات مميزة جدا، وطبعا المباريات في البطولة العربية بتكون فيها روح افضل بقى من روح القرب وروح العروبة وروح كرة القدم الكويسة ومدارس أفريقيا وآسيا اللي بقالنا كتير جدا ما بنستمتعش بيها. حضرتك شايف هذه المباراة وهذه المواجهة سواء كانت على المستوى الفني أو المستوى العربي إزاي؟ مظبوط مظبوط، أكيد التركيب إلى الآن ممتاز، يعني نحن عملنا تصفيات بجدة من شهرين، ترتيبات كانت ممتازة من قبل الاتحاد ولليوم الترتيبات كثير منيحة. أكيد مواجهة قوية، يعني مثل ما قلت لك نادي الاهلي معروف ومعروف مستواه ونادي النجمي كذلك. اكيد نحن بنأمل الفوز اكيد، وتقديراتنا ان فتره طويله عم نتحضر، يعني نحن تعبنا انه التصفيات كانت متاخره، الفريق من بعدها اخذ عطله يمكن 20 يوم ورجعنا فورا بلشنا نتحضر. بتصور الاهلي نفس الشيء، واكيد عم نتابع فريق الاهلي بالمباراه اللي صارت مباراه الاسماعيلي ومباراه المصري. اليوم تمام الاسماعيلي صح، يعني الجهاز الفني كان عم يتابعها عن قرب، يعني أكيد طبعا الجهاز الفني للنجم اللبناني بيتابع النادي الأهلي عن قرب وبيشاهد مبارياته، ولكن الجماهير المصرية والجماهير الأهلاوية اللي هتتابع النجم اللبناني حضرتك تقول إيه عن فريقك أو تقول إن جاهزية فريقك للمباراة اللي لسه جاي من توقف وبيستعد استعداد جيد، هل البداية دي على طول مع النادي الأهلي هتكون صعبة شوية على النجم اللبناني، ولا النجم اللبناني عنده من القدرات الفنية إن تبقى مباراة يعني صعبة على النادي الأهلي نفسه؟ الو اكيد هنعود الاتصال مره اخرى. البطوله العربيه ومواجهات كانت وحشانه او ما كانتش موجوده، بس نتمنى ان ما تبقاش الا في الصالح العام للكره العربيه. العالم على فكره العالم الكروي يعني لم يعطي لمنظومه عرقيه ما دون العرب اي فرصه للتباري فيما بينهم، لانه تقريبا ده شبه محظور بيسموها قارات، لكن ايمانا منهم بانه الاتحادات اللي مشارك فيها عرب افريقيا واسيا هي ايضا لديها كره جيده، عرفا بداوا يوافقوا على ده من اول الساده فيلانج وانت جاي، وبالتالي عايزين نقول لهم بقى انه الحكايه بالنسبه لنا هي اختبارات كرويه وفي نفس الوقت جيره وعروبه. ارجع لنا تاني طبعا استاذ اسعد الصقال رئيس نادي النجمه اللبناني، برحب بيك من جديد وبنعتذر عن انقطاع التليفون، وزي ما قلت لحضرتك لو ما كنتش سمعتني ان طبعا المدير الفني النجمه اللبناني موجود بقاله 5 ايام بيتابع بيشوف النادي الاهلي عن قرب، ولكن الجماهير المصريه وجماهير النادي الاهلي عايزه تعرف بشكل كده سريع الحاله الفنيه لفرقه او فريق النجمه اللبناني. شوف مضبوط اللي صار معنا، نحن انه نحن كان في مدير فني سابق عم بحضر الفريق بسبب مع اتحاد لبناني كان عنده مشكله صغيره ما قدرنا نحلها، اجى مدير فني جديد اللي هو بوريس بونياك الصربي اللي هو كان مدرب منتخب الكويت
سابقا، هو مستلم الفريق مظبوط له 5 ايام، بس مدرب اكيد عنده خبرته، فريق محضر يعني اساسا كان محضر، فالمدرب بوريس اكيد تابعه وطبعا بده يحط لمساته والتكتيك تبعه. فانا بتصور ما في مشكله بناء المدرب، لا ما فيها اي مشكله، وفريق فريق جاهز. هلا نحن من الطبع عندنا احد ابرز لاعبين حسن معطوف معه بطاقه حمراء من التصفيات، فما حيكون معنا يعني هو له وزنه بالفريق، ما حيكون معنا بالمباراه يوم الثلاثاء، بس حيكون بالمباراه العوده 27/9. بس اكيد يعني فريق كبير مثل النجمه عنده كثير لاعبين بدلاء بغطوا الفراغ. وانا كنت عم اقول لك يعني ممكن يصير في مفاجاه يعني لجماهير الاهلي ان شاء الله. احنا طبعا ما بنحبش المفاجآت ومش متعودين عليها مع النادي الاهلي، لكن طبعا حق مشروع ان النجم اللبناني يؤدي بالشكل الفني اللي مطلوب، وبحيي فيك ثقتك في فرقتك وتقديمك لها بهذا الشكل الكبير، وتحياتي لحضرتك. ولحضرتك حابب تقول اي رساله قبل ما اشكر حضرتك؟ الله يخليك. يعني اكيد نتامل يكون التشجيع حضاري مثل ما دائما بعودنا جمهور الاهلي. انا اكيد انه حيكون الملعب بالانجليزي بيقولوا له فول هاوس يعني مليان. لا هو يعني المسموح لغاية دلوقتي هما 5000 مشجع بس أعتقد في البطولات دي قد يصل فقط حتى الآن. يعني ممكن بقى في الأيام الجاية مش عارفين هتتعامل البطولة القارية، قالوا 20,000 في البطولات القارية. بتطور ليوم الاثنين أكيد بيكون في أكثر بكثير، أتمنى إن شاء الله. لأنه في نحن كمان نحن دعينا طبعا عبر السفارة اللبنانية والجالية اللبنانية، حابب ادعيها كمان عبر قناه الاهلي الفضائيه، بنتامل من جمهورنا نحن كجمهور نجمه بمصر انه يآزر الفريق ويكون مع الفريق، لانه مباراه كبيره مثل هاي فريق نادي نجمه بحاجه لجمهوره كمان معه، لو انه ما حيكون اكيد بحجم الجمهور اللي بيكون بلبنان، بس قدر الامكان يكون في اكيد جمهور كبير. بلدهم الثاني ان شاء الله وييجوا ويحضروا، وان شاء الله تكون اقامتهم سعيده، لكن دايما يكونوا متاكدين ان مفيش مفاجات امام النادي الاهلي. اكيد اكيد الله يخليك. اشكرك شكرا لحضرتك الاستاذ اسعد الصقال رئيس نادي النجمه اللبناني، كلام محترم جدا.